رئيس الوزراء يستعرض رؤية المرحلة الجديدة للاقتصاد بدعم القطاع الخاص ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الشأن. القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي. بعد 100 يوم على العملية العسكرية بأوكرانيا، بوتين يؤكد أن سياسات أوروبا قصيرة النظر وتسببت في أزمة الغذاء العالمية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرؤية الاستراتيجية المصرية لدعم الاقتصاد استندت على إقامة بنية أساسية وتحتية قوية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن الفرص الاستثمارية ضمن فعاليات اجتماعات مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، حيث شدد رئيس الوزراء على أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الاقتصادية العالمية. استطعنا من خلال مشروعات البنية الأساسية أن نخلق 5 مليون فرصة عمل دخل فيها شبابنا كلهم في هذا الوقت. الكلام ده الدولة المصرية أيضا مصاحبا وموازيا مع ذلك تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية منذ نهاية عام 2016، والحمد لله يعني قدرنا من خلاله بنجاح يعني كبير بإشادة كل المؤسسات أن نعبر بالإصلاح بالاقتصاد المصري ونضعه على الطريق الصحيح. ويمكن إحنا زي ما أنا قلت في كلمتي يعني أمس، لولا هذا الإصلاح الاقتصادي يعني لم تكن هذه الدولة بقادرة على الإطلاق على الصمود في جائحة كورونا. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى وضع الدولة رؤية لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري تستند على دعم دور القطاع الخاص. وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الدولة وضعت العديد من القوانين التي تهدف لبناء قاعدة تشريعية تنظم عمل القطاع الخاص وتسانده. الحقيقة إحنا كحكومة كنا وضعين رؤية أن مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية أن نبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري بإعادة دور القطاع الخاص بحيث يكون هو المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية. لأن إحنا من وجهة نظرنا كدولة نجحنا في أن إحنا نعمل البنية الأساسية اللازمة، ولكن أيضا عملنا بيئة تشريعية كانت مطلوبة في هذه الفترة أيضا لتشجيع أو تحسين مناخ الاستثمار والعمل. الحقيقة كان اتعمل مجموعة من التشريعات المهمة جدا، ويمكن حذكر على سبيل المثال تعديلات قانون الاستثمار، قانون المناطق الاقتصادية اللي بيعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية في مناطق بعينها وتقدر إنها تحصل لها تنمية، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانون حماية المنافسة والمنع الاحتكار، قوانين كثيرة الحقيقة عملت هدفها إنها يعني تمهد الطريق أيضا من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص في خلال المرحلة القادمة. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عدد من الوثائق على هامش انعقاد الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ. وتستهدف الوثائق تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية. وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد الصناعات المصرية بهدف تعزيز إمكانات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، والثانية بين المؤسسة وإحدى الشركات المعنية بإنتاج صناعات تحافظ على البيئة. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار الصكوك وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية مهمة للقطاعين الخاص والحكومية، وأخرى لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتم مواصلة أعمال التطوير الجارية بمطار سانت كاترين ومضاعفة الطاقة الاستيعابية المخططة، بحيث يخدم 600 راكب في الساعة بدلا من 300 راكب كما هو مخطط في التطوير. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث أكد رئيس الوزراء أن زيارته للمدينة تأتي لمتابعة سير العمل بالمشروع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المدينة بما يليق بمكانتها لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي معا، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة. وخلال تفقده مكونات مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في إطار جولته بمدينة سانت كاترين، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع موقع التجلي الأعظم يتم تنفيذه لأبناء منطقة سانت كاترين. كما شدد مدبولي على أن المشروع سيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات السياحية التي تنفذها الدولة للاهتمام بموقع مقدس. من جانبهم توجه عدد من مشايخ القبائل البدوية في المنطقة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة وادي الدير بمحيط دير سانت كاترين. وزار مدبولي دير سانت كاترين وقام بجولة في أقسامه وتحدث مع الآباء فيه حول رؤية التطوير للمنطقة، وأكد الحرص على أن تحافظ أعمال التطوير على طبيعة المنطقة ورونقها وكذا الجانب الروحاني بها، مشيدا بأهمية المشروع الكبير لقطاع السياحة الروحانية، خاصة وأن المنطقة تخص الأديان السماوية الثلاثة وتمثل مكانا جاذبا للسياحة الدينية. من جانبهم أشاد آباء الدير بهذا المشروع المهم الذي تشهده المنطقة ويغير صورتها ووجهها، مؤكدين تقديرهم لاهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع التاريخي للمباني. نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام. وصرح المتحدث العسكري بأن الحادث قد أسفر عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. هذا وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وأعربت عن خالص تمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل. وأكدت القوات المسلحة على أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. تهدف المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%.
يبحث المواطنون عن سلعة ذات جودة عالية وسعر مخفض، وهو ما توفره المنافذ المقامة في إطار المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والمقامة منذ 15 من شهر مارس الماضي، وتمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي البعض أسبوعيا لشراء احتياجات المنزل بتخفيضات كبيرة. أنا على طول باجي هنا، يعني ممكن في الأسبوع باجي 3-4 مرات، كل 3 أيام 4 أيام لما الحاجة تخلص أجي أخذها. سعرها حلو عن بره طبعا، أرخص من بره بكتير فعلا. أنا اشتريت أول يوم رمضان حاجات رمضان كلها، وجيت في نص رمضان اشتريت، واللي خلاني باجي كل مرة الحاجات كلها هنا رخيصة. مد المبادرة بشكر عليه الريس وربنا يخليه، إن هو بيخلي الحاجات رخيصة أحسن من بره، واللي عاوز يجي يشتري من هنا، كل حاجة رخيصة هنا. المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، وبمشاركة كبار الموردين والتجار والسلاسل التجارية. أول اهتمامات المبادرة تنفيذ تعليمات السيد الرئيس بضخ كمية كبيرة جدا من المعروض في الأسواق، وأيضا توفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين وأقل عن مسيرتها في الأسواق. الأسعار مخفضة جدا، وكل المنتجات الأساسية اللي بيحتاجها المواطنين من سلع استراتيجية وكلها متوفرة في المعارض الحقيقة. وجود الشوادر في حد ذاتها للجمهور والمستهلكين ده بيدي رسالة للناس كلها ان احنا موجودين معاكم. احنا موجودين بخصومات كبيرة جدا جدا في السلع الغذائية. السلع الغذائية متوفرة، احنا كده كده موجودين في القوائف اللي هي المتحركة وفي جوي كل السلاسل، بنمد كل سلاسل بالسلع عشان تبيع المنتج بسعر التكلفة لكل المواطن المصري. المبادرة ساعدت معانا كتير ان خفضت الأسعار بنسبة كبيرة قوي، عملت التزام في السوق، ما عندناش مشاكل خالص، السلع متوفرة بكميات كبيرة، القوافل معانا سيادتك بقينا نتحرك بيها نوصل للقرى، الأماكن اللي كانت أشد احتياجاً غطيناها بكميات كبيرة. قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنافذ تشارك في هذه المبادرة، وفرت كميات كبيرة من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها، وهو ما يؤكد هذا الحجم الكبير من المعروض أمام المواطنين. ومع نجاح المبادرة ومد فترتها إلى نهاية عيد الأضحى المبارك، انضمت سلاسل تجارية جديدة إليها، ما ساهم في توسيع قاعدة المعروض من كافة أنواع السلع وزيادة منافذ البيع. احنا الحمد لله قدرنا نوفر السلع الأساسية للمواطنين، سلع غذائية كاملة، يعني الأسعار، المنتجات، الجودة، قبوله على الجمهور رهيب على السلع بسبب الأسعار والجودة. كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي تبنت مبادرة كلنا واحد لفخامة رئيس الجمهورية، وإحنا كتجار كلنا فخر إن إحنا نشارك في المبادرة دي. أحدثت المبادرة منذ إطلاقها توازناً في أسعار السلع بخاصة الأساسية في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات تؤثر على أسعارها، لكن وجود المبادرة ساعد المواطنين على شراء ما يلزمهم من احتياجات بأقل تكلفة. مبادرة جميلة جداً، وإذا كان بتدل إن الدولة بتشتغل من فترة على المبادرة ديت وعلى نتيجة إن مخزون السلع يبقى عندنا في الدولة المصرية يعني متوافر حتى في الأزمات. احنا 110 مليون، فتخيل حضرتك مدى احتياجاتنا للسلع الغذائية ال 110 مليون. تمام؟ فإن الدولة تحسش إن في أزمة جامدة والسلع متوفرة، ده مش عاوز أقول لحضرتك إنجاز عالمي. المبادرة من ساعة ما استمرت من 15/3 هي مستمرة لغاية دلوقتي، موجودة بأسعار ما حسيناش بالغلاء اللي موجود. أسعاره كويسة جدا جدا جدا، والحمد لله يعني هي خف علينا حاجات كتير قوي بصراحة في المبادرة، يعني بنجيب منها كل حاجة، والحمد لله يعني بنشكر سيادة الرئيس على اللي هو بيعمله عشاننا بصراحة. يعني المبادرة دي بتشجع ناس كتير إن هي تنزل وتجيب وتشتري، والحاجة يعني موجودة متوفرة وموجودة بكثرة. وتستمر مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ونجحت وما زالت في تحقيق هذا الهدف. تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في 15 من شهر مارس الماضي برعاية رئيس الجمهورية تؤكد على النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، وتتواصل هذه الفعاليات لتلبية مزيد من احتياجات المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط ما يقترب من 4 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 605 من القضايا، من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقترب من 118 طن أقمح محلية. عودة لجولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في سانت كاترين، حيث تفقد رئيس الوزراء عددا من المشاريع التي يشهدها موقع الزيتونة، فضلا عن أعمال تطوير المدينة وإعادة مظهرها الحضري استعدادا لجذب الزوار والسائحين. كما تفقد مدبولي عددا من العمارات بالحي السكني بالزيتونة والذي يشهد إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية. كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأعمال الجارية تنفيذها بالحي السكني بالزيتونة. قدمت مصر شحنة مساعدات طبية للجابون لصالح المستشفى المصري في العاصمة ليرفيل، وأكد سفير مصر لدى الجابون سيف قنديل على أن شحنة المساعدات الطبية تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز وتنويع علاقتها الثنائية مع الجابون، كما تعكس حرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تلبية احتياجات المستشفى المصري الجابوني من أجهزة ومعدات طبية، ما يرفع من قدرات المستشفى ويعزز وضعيته ضمن المؤسسات العلاجية في الجابون. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة، وذلك لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الوحدة الأحدث في العالم. جاء ذلك من خلال قطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط. أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن، موضحا أنه لا غنى عن قناة السويس في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال الأزمات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسات أوروبا قصيرة النظر بشأن الطاقة قد تسببت في أزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أن قرار الولايات المتحدة بطبع الأوراق النقدية أسفر عن ارتفاع أسعار الغذاء عالمية. أشار الرئيس الروسي إلى ما وصفه بمحاولات لتحميل روسيا مسؤولية الأزمات التي تشهدها سوق الغذاء العالمية، كما أوضح أن أوروبا بالغت في أهمية مصادر الطاقة البديلة، وأن بعض الدول الأوروبية لم تحتفظ بعقود طويلة الأجل لشحن الغاز الطبيعي الروسي. كما نفى بوتين أن تكون العمليات العسكرية في أوكرانيا سببا وراء ارتفاع أسعار الأسمدة، وإنما العقوبات المفروضة على إنتاج روسيا من الأسمدة، لافتا إلى زيف التقارير التي تفيد بعدم سماح روسيا بخروج صادرات الحبوب من أوكرانيا وضمان روسيا خروج الصادرات من الموانئ في بحر أزوف، مؤكدا اعتزام موسكو زيادة صادرات الحبوب إلى 50 مليون طن. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا بمهاجمته أوكرانيا. وأشار ماكرون في مقابلة صحفية إلى أن بوتين أصبح اليوم معزولا، فيما لم يستبعد الرئيس الفرنسي قيامه بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف قريبا.
Il y a l'enquête qui a été décidée par nos magistrats. Il y a des enquêtes internationales que nous mènerons, les enquêtes aussi en lien avec les Ukrainiens. Et nous avons, comme vous le savez, déjà lancé. اعتبر الكرملين أنه حقق بعض أهدافه بعد 100 يوم على بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، ومنها تحرير العديد من القرى. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن العملية ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها العسكرية الخاصة. إلى نقطة اللاعودة وصلت الأزمة الروسية الأوكرانية بعدما أتمت اليوم يومها 100، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه في المفاوضات وسط توقعات باستمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. 24 من فبراير الماضي كان شاهدا على إطلاق العملية العسكرية الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين للدفاع عن منطقة دونباس شرق أوكرانيا، بعدما أقر باستقلال دونيسك ولوهانسك قبل 3 أيام من الأزمة وإعلانهما جمهوريتين انفصاليتين. وفي خضم الأزمة أقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على شراء أسلحة لتسليمها إلى كييف للدفاع عن أرضها، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة تم تشديدها خلال 100 يوم الفائتة. الخسائر العسكرية والمادية والبشرية طالت طرفي القتال، فخلال أشهر الأزمة سيطرت روسيا على 20% من أراضي أوكرانيا طبقا لتصريحات الرئيس زيلينسكي، حيث قامت القوات الروسية بتدمير عدد من المدن الأوكرانية والسيطرة عليها، ولعل أهم هذه المدن ماريوبول التي شهدت تدمير ما يقرب من 90% من أراضيها. واستسلمت القوات الأوكرانية داخل مصنع آزوفستال الذي كان آخر نقطة للدفاع عن المدينة لتسقط تماما في 20 مايو الماضي. إلى ذلك تتأزم المفاوضات وتتعنت الأطراف وتتداخل قوى خارجية، وربما تبقى الحرب 100 بعد 100 مع انسداد أفق إعادة إطلاق المفاوضات وأمل في وضع سيناريو يمكن الطرفين الروسي والأوكراني من التوصل إلى حل وسط ينقذ الجميع وينتشل العالم من أزمته. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنان بلاده للاتحاد الأوروبي لتوقيعه حزمة عقوبات سادسة على روسيا تحرمها من أرباح بيع النفط. وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية قد حققت بعض النجاح في قتالها ضد الروس في مدينة سيفرادونس، وأضاف أن الوضع العسكري العام في منطقة دونباس لم يتغير خلال 24 ساعة ماضية فقط، متوجها بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن لتعهده بإرسال صواريخ متطورة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنه يتوقع أخبار جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث أجرى محادثات صريحة وبناءة مع المسؤولين الروس تركزت حول تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. وأضاف كذلك أن جريفيث اجتمع مع مسؤولين معنيين بالشؤون الخارجية والدفاع خلال زيارته إلى روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تمر بمرحلة جديدة من التطور، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع أفريقيا. وخلال لقائه مع رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال، أوضح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأفريقية ارتفع بنسبة تجاوزت 34% في الأشهر الأولى من العام الجاري. من جانبه أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى تفاقم الوضع في مجال الغذاء. كما قال سال إن الرئيس الروسي أبدى رغبته في تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى أن بوتين أبلغه باستعداد روسيا لضمان صادرات القمح الروسي والأسمدة. قالت الشرطة ومسؤولون محليون في ألمانيا إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة إثر خروج قطار عن مساره في جنوب البلاد. وأفاد المتحدث باسم الشرطة الألمانية بأن القطار الذي كان متجها إلى ميونخ كان ممتلئا تماما بالركاب،
وقت وقوع الحادث. فيما قالت وسائل إعلام محلية إن العديد من العربات انقلبت وانزلقت جزئياً عن مسار خط السكك الحديدية شمال منتجع للتزلج في بافاريا. عقد مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اجتماعا في سول، ذلك بشأن كوريا الشمالية وسط مؤشرات على أنها تستعد لإجراء اختبار نووي للمرة الأولى منذ عام 2017. وقال الممثل الأمريكي الخاص سونغ كيم إن بلاده تستعد لكل الطوارئ بتنسيق وثيق مع الحلفاء اليابانيين والكوريين الجنوبيين. هذا وأجرت كوريا الشمالية تجارب على عدة صواريخ باليستية هذا العام، من بينها ما يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على الإمعان في ضم مساحات أكبر كعمق للاستيطان. واستنكرت الخارجية الفلسطينية إعلان السلطات الإسرائيلية عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني في أعقاب قرار آخر ببناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. رحب مجلس الأمن الدولي بتمديد الهدنة في اليمن داعيا قوات الحوثي إلى فتح الطرق المغلقة في تعز. وأعرب مجلس الأمن في بيان عن قلقه من الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز، ودعا قوات الحوثي إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسة على الفور. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 19 مدنيا قد لقوا مصرعهم باليمن، وأصيب 32 آخرون في نحو 20 حادث مرتبط بالصراع خلال شهري الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وذلك بسبب ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر وضعت مجموعة من الأولويات عند إعداد استراتيجية التغيرات المناخية تسعى إلى تحقيقها. وخلال لقائها رئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر والتابع للأمم المتحدة، أعربت وزيرة البيئة عن تطلع مصر لتمويل مشروعات في مجال التنوع البيولوجي الذي يخدم مجال التغيرات المناخية، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها في مجال السياحة المستدامة والخضراء. عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندس الوزارة بإنشائها، ذلك لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة. وأوضحت الوزارة أنه وفي إطار رؤية مصر 2030 تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي بالوزارة والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وكذلك تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال والعمل على رقمنة الوثائق، مع مواصلة حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة. يواصل معرض صنع في دمياط للأساس فعالياته بأرض المعارض بمدينة نصر. يأتي ذلك بمشاركة نماذج ناجحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطاع الأساس. في يومه الثالث تستمر فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط لعرض منتجاتهم أمام المواطنين بأسعار تنافسية وبجودة عالية. الوحدة تطوير الأعمال دي خدمة جديدة جهاز تنمية المشروعات أطلاقها بهدف أنها تساعد أصحاب المشروعات بشكل عام أن هم يسوقوا منتجهم بشكل أحسن، أن هو يعمل براند نيم خاص بيه. احنا بنتحرك بقى عندنا دلوقتي عربيتين دول عباره عن مكتب متنقل مجهز بتيم، فريق بيصور المنتجات، فريق بيعمل توعيه بالتسويق الالكتروني، معانا شركاء للجهاز، منصات الكترونيه بنقدر نرفع صور المنتجات عليها. احنا بمناسبه المعرض طبعا عاملين تخفيض في الاسعار، جايبين جوده ممتازه جدا بالنسبه للقماش والاسفنج، الخشب زان. دي يمكن المشاركه السابعه او الثامنه، دايما حريصين على المشاركه في معرض صنع دمياط، لأن المسؤولين والقائمين على المعرض بيتيحوا كل سبل النجاح
للمعرض، فبنحاول ان احنا دايما نكون موجودين باستمرار. على مدار 10 ايام يقام المعرض بمشاركة نحو 70 عارضا لعرض منتجاتهم بتخفيضات تصل الى 20% بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والنهوض باحدى الصناعات الهامة التي تشتهر بها محافظة دمياط. احنا كنا رايحين دمياط وبعد ما شفنا المعرض في التلفزيون جينا بسرعة عشان المشوار والتكاليف هنا كويسة. بصراحة الأسعار النهاردة مخفضة، هم كانوا بيقولوا مثلا سعر يقولوا بعد التخفيض كذا، فطبعا دي حاجة كويسة يعني. وبصراحة برضو يعني الخامات بتاعتهم حلوة جدا، في حاجات فعلا احنا كنا نتعب جدا عشان نروح دمياط ونلاقيها، أما قربت لينا والأسعار مناسبة جدا، وفي تسهيلات بنكية وفي تنوع كبير جدا في المعرض. قدرت ان انا اخد فكره عن حاجات كتير انا محتاجها في البيت، وبنتي عروسه برضو بجهزها. زمان كنا احنا بنعاني بس من المشوار، فكون ان هو يجي هنا في مدينه نصر قريبه من القاهره وسكان القاهره كلهم، دي حاجه كويسه. وطبعا معروفه دمياط بالخشب بتاعها من حيث الجوده ومن حيث السعر من حيث كل حاجه. بقول للناس كلها ان فعلا خساره ان انتوا ما تجوش معرض زي ده، حقيقي والله مش مجامله لكم ولا مجامله للتلفزيون ولا حاجه. احنا بنقول ان المعرض فيه اسعار بصراحه ما كنتش متوقع ابدا ان تبقى الاسعار بالجمال ده. ياتي معرض صنع في دمياط في اطار المبادره الرئاسيه لدعم الصناعه الوطنيه وتشجيع المنتج المحلي واستراتيجيه الدوله للنهوض بصناعه الاثاث التي تتمتع بميزه تنافسيه عاليه وتضم الالاف من الايدي العامله الماهره. جرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. أحرزت المصنفة الثالثة عالمياً هانيا الحمامي لقب بطولة الجونة الدولية للسكواش، وذلك بعد فوزها بثلاثة أشواط مقابل شوطين على المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر. وكانت هانيا الحمامي قد تأهلت إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبها على نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً في مباراة الدور نصف النهائي. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ولم يتبقى فيها سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. رئيس الوزراء يستعرض رؤية المرحلة الجديدة للاقتصاد بدعم القطاع الخاص، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الشأن. القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي. بعد 100 يوم على العملية العسكرية بأوكرانيا، بوتين يؤكد أن سياسات أوروبا قصيرة النظر قد تسببت في أزمة الغذاء العالمية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن ما زال هواء التاسعة مستمر. ودينا عبد الكريم، مساء الخير يا دينا. مساء النور هبة، ومساء النور حكمة. مبسوطة أن يكون معكم النهاردة في حلقة الجمعة من التاسعة. موفقة دايما إن شاء الله مع مشاهدينك. شكرا شكرا لكم. هنتابع مع المشاهدين يا دينا. مرسي. شكرا لكم، شكرا لكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.